أنا الدكتور وليد صلاح خليفة، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. بنعمل يوم توعوي عن صحة العمود الفقري وتوعية للصحة العامة للحضور داخل مهرجان الشيخ زايد التراثي، وكمان عملنا توعية لطلبة المدارس والتينيجرز لتجنب انحرافات العمود الفقري أو اكتساب بعض العيوب في العمود الفقري عن طريق الجلوس الخاطئ أو شيل الأوزان التقيلة زي الشنط التقيلة. الحمد لله كان في تفاعل ممتاز داخل المحاضرة، وكان برنامج تثقيفي ترفيهي متميز.